الأسبوع اللي فات قلنا لكم هنا إن هيكون في مؤتمر لوزير التموين، والنهارده كان في مؤتمر لوزير التموين عرض فيه تقدير موقف لتوفر السلع الاستراتيجية، كشف فيه كمان عن ملامح منظومة الخبز الجديدة. إيه رأيكم نشوف قال إيه ونرجع لكم تاني نكمل معاكم هنا حديث القاهرة، ومعانا زميلنا العزيز خالد البرماوي بورصة الكلام. بالنسبة للاستعدادات لعيد الأضحى، أحب بس أقول لكم من حاجات أساسية. نمرة واحد، استمرار عمل شركات الجملة في المجمعات، وكذلك البدالين، وكذلك كافة المنافذ اللي تتبع وزارة التموين، العمل خلال أول وتاني وتالت يوم العيد. على مستوى الجمهورية هيبقى في 39 شادر تبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم توفير فيها الخراف الحية. بالنسبة للحوم المجمدة لدينا موفرين كمية 4112 طن، كافة السلع متوفرة وبكميات أكبر من المعدل الشهري. احنا النهاردة بنتكلم وعندنا أرصدة القمح 5.7 شهر، بمعنى أصح إلى نهاية هذا العام. بالنسبة للسكر عندنا فوق 6 شهور أو بالضبط 6.7 شهر. بالنسبة للزيت الحمد لله، وهو أخطر سلعة فيها نقص عالمي كبير جدا وزيادة في الأسعار، إحنا وإحنا بنتكلم النهاردة عندنا احتياطي 6.2 شهر. بالنسبة للحوم المجمدة لدينا أكثر من 6 أشهر، بالنسبة للحوم الطازجة عندنا أكثر من 15.5 شهر نتيجة تعاقدات ما بين الشركة القابضة، وتم كذلك أخذ قرار مع الشركة القابضة إن إحنا هنخفض سعر البرازيلي المجمد من 90 جنيه ل 85 جنيه. 85 جنيه لو تفتكروا ده رجعنا للأسعار بتاعت ما قبل ذلك. بالنسبة للدواجن المجمدة لدينا حتى هذه اللحظة أكثر من 6 أشهر في الدواجن المجمدة. أثير أكثر من مرة موضوع الدقيق 87.5، العيش ما تفرقوش عن ال 82، ما تفرقوه، وأنا بتكلم بجد وأنا شفته. إيه الميزة هنا؟ نمرة واحد صحيا أفضل، نمرة اتنين وده مهم جدا في اقتصاديات العمل، إنه هيوفر لنا لو إحنا بنتكلم في 10 مليون طن زي ما أنتوا سامعين 9 مليون طن، هيوفر لنا 0.5 مليون طن.